البنات اللي ما تيغلاضوش واخا ياكلوا الحجر، البنات اللي عندهم المشاكل ديال الضعف بزاف في الجسم ديالهم وحتى في المناطق الانثويه، الاخوات اللي تيقولوا لي انا غليظه من الفوق ورقيقه من التحت، انا عندي التدي ديالي صغير، انا عندي الشهيه ضعيفه، انا فيا 46 كيلو فيا 50 كيلو، نساي عليا هاد الهضره البنات مع هاد الوصفات اللي غادي نعطيك اليوم، غادي تولي دبدوبه، وصفه من الصنع ديال الام ديالي الله يطول في العمر ديالها، وعن تجربه نقداتني من نحافه جميع الناس اللي كنعطيوها لهم كيرجعوا يرحموا لينا على الوالدين عليها. شوفوا البنات اللويين فيها غزال تبارك الله، جميع الاسرار غادي تلقاوها في هذا الفيديو هذا، مرحبا بالكومون ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال والفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده. اليوم جايبه لكم الفيديو اللي كتسناه كل انثى، الاسئله اللي كتجيني كامله على الخاص او لا نقول واتساب او لا على انستغرام او لا في التعليق، كل الاسئله اللي عندكم نتوما في دماغكم اليوم غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، زائد وصفه سحريه مشروب طوب ديال الطوب رقم واحد للزياده في الوزن، غادي نوريكم كيفاش ديروا تصاوبوه بثلاث مكونات فقط موجوده في كل بيت، غادي نوريكم هذا المشروب هذا غادي يزيد لكم في الوزن بشكل صحي. كلكم عارفين بان لاباج ديالنا ما كنحطوش منتجات اللي فيها ادويه نهائيا، وحتى الاخوات اللي كيتابعوني وكيقولوا لي نفس المكونات بغيناها ولكن زيدي لنا الدواء الفلاني، كنقول لا نهائيا، كنرفضوا الطلب ولو كان يكون ما نعرف شنو فيه. على العموم اليوم غادي نوريكم كاع المنتجات اللي سبق لينا وتكلمنا عليها كل حاجه لاش كتصلح، لان كيوقعوا مغالطات في الفهم كيفاش ندير الا كان الجسم ديالي امر من الفوق وخاويه من التحت، وكيفاش ندير الا كان امر من التحت وانا رقيقه من الفوق، هذه حاله اللي كتكون قليله. كيفاش ندير الا كنت انا غليظه كامله ولكن غير وجهي اللي رقيق، وكيفاش ندير الا كان الصدار ديالي صغير، وغير ذلك من المشاكل اللي كنواجهوها يعني في لافورم ديالنا. يعني كاع الاسئله ديالكم غادي تلقاو عليها جواب في هذا الفيديو هذا، تبعوا معايا من البدايه الى النهايه باش ما تجينيش اسئله مذكور الجواب ديالها في الفيديو. كنتمنى انكم ترتقوا هذا الفيديو هذا باللايكات، عافاكم اللي كيحبوني وكيبغوني وداخلين لهذا الفيديو هذا ديروا اللايكات وبارطاجيو لا فيديو، خليوا لي التعاليق ديالكم، نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها بنات هي اننا غادي نديروا المشروب ديالنا تيوجد، ريتما ندوزو للمرحله الثانيه. غادي ناخذوا البنات هنايا درنا حبه حلاوه بوحدها، درت 3 د المعالق ديال حبه حلاوه، درت 3 د المعالق ديال العدس البلدي، ودرت 3 د المعالق ديال الحلبه البلديه، 3 د المكونات، وهذا رخص من هذا. غادي ناخذوا البنات فقط 3 د المعالق ديال حبه حلاوه، اللي كيقولوا لي حبه حلاوه كي نديروا ليها ديروها مع العدس الاحمر، قولي العدس البلدي راه غادي يعطيه لك، وغادي نديروها مع حبه حلاوه بلديه. غادي نشدو كلشي نقيوه نغسلوه ونمسحوه ونديروه في واحد الكاسروله بحال هكذا، وغادي نغليو الماء مزيان حتى يغلي مزيان، وغادي نخويو عليه وغادي نديروهم على نار متوسطه واحد الفتره اولا واحد الوقيته ديال 15 دقيقه صافي، ونطفيو عليهم ونرجعو باش نكملو مع بعضياتنا. صافي البنات وهو كيغلي غادي نهضر معكم على الاسئله ديالكم. بزاف ديال الاخوات تيقولوا لي الا بغيت نغلاض كامله شنو ندير؟ بغيتي تغلاضي كامله غادي ديري هذا المشروب اللي صاوبت معكم دابا بثلاث مكونات، وغادي ديري اللحسه الصحراويه، انا نوريكم كيفاش ديروا تصاوبوها دابا في هذا الفيديو النيت، غادي نعطيكم المكونات ديالها ونعطيكم الاسرار ديالها، كيفاش تصاوبوا اللحسه الصحراويه الاصيليه هكذا، وكتزيد في الوزن وكتفتح الشهيه، والحمد لله اللي خداها كيرحم لينا عليها الوالدين. حاجه اللي ما نقدرش انا نبدلها، بزاف ديال الناس كيقولوا لي بدليها عطينا بديل زعما، هي الدروه ديال الجمل. شوفوا البنات الدروه ديال الجمل من اروع ما يكون في التخلاط ديال اي منتج طبيعي، نقولوا التحاميل ما يمكنش انا نخلط بغيرهم، ان بزاف ديال الناس كتخلط بالتمر هو راه ماشي مزيان، وهذا هو السبب اللي تيدير الدود في المصران وغير ذلك، ماشي مزيان نخلطوا بالطبيعي، كلشي يكون طبيعي وما تكونش الحلاوه في التحاميل. بحال الحساس الصحراويه غادي نقدروا نخلطوا بالعسل، ولكن الدروه الصحراويه حاضره، فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ تا نخلط بها هي يشربوها المكونات عاد باش كنزيدو العسل اولا كنزيدو الشوكولات اولا لي دو، على حساب اصحاب السكري ما كنديروش لهم حنايا العسل وما كنديروش لهم الشوكولات، كتخلط بالدروه ديريكتومون غير بوحدها، فهمتوني؟ داكشي طبعا تيكون تحت طلب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السكري راه كنخلطوا لهم عادي، وريتكم النوع ديال الشوكولا باش كنخدموا ويكون نوع ممتاز، وديك الدروه ديال الجمل هذه عنصر اساسي، بلا ما تبقاو تسولوني واش ممكن نبدلوها واش نخلطوا بزيت كذا واش نخلطوا بهذه، ما كاينش هذيك الهضره، راه كاين اللي كيتفادى الدروه ديال الجمل وكيخلط بالشمع، وهذا الشيء راه غلط، هذا الشيء راه مضر بالصحه. صوبوا حاجه مزيانه او ما تصوبوش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
رحم الله من عمل عملا فاتقنه. بالنسبه للتحاميل، التحاميل حتى هما عنصر اساسي هو الذروه. دائما التحاميل اللي خدو من عندنا اولا صوبهم بوحدهم، ما نخليوش التحاميل مسدود عليهم في البواطه مسدود كيما هكذا، لا دائما التحاميل نحلوهم يضربهم البرد. فهمتوني؟ ديما هانتوما شوفوا انا ها هو هذا راه الاكبي وهذا راه العنبر، شفتوهم راه باينين من اللون غادي يبان لك. العنبر الاسود كيكون مغموق وهذا كيكون شويه. اشنو هادو الفرق بين هادو وهادو؟ الفرق هو هذا الاكبي، هادو زايد فيهم الاكبي ها هو حدايا، هادو هو النوع الحر البنات. راه كاينين فيه ثلاثه ديال النواع، واحد النوع زيرو ما تلقايش فيه غرام ديال الدهون، غرام بحال بحال التبن ناشف. واحد النوع شويه، واحد النوع تيكون غالي ولكن مزيان، هو هذا باش كنخدموا لكم حنا لا اللحسه لا التحاميل لا غيرها. غادي نوريكم ان شاء الله دابا اللحسه الصحراويه بالبذور الافريقيه الاكبي. هانتوما البنات شنو كنديروا باش نصاوبوا كميه ديال واحد؟ هذا السؤال تيجيني كثير بزاف. الا كان الوزن ديالي اقل من 50 كيلو ما غاديش نعتمد على وحده كيلو، لا راه هنا تمشي حتى لخمسه، ندير هاد الخمسه هادو وندير البذور الافريقيه في الحليب، هادو بوحدهم في الحليب يكونوا طحونين، او المشروب اللي وريت لكم دابا يستحسن هذا مع هذا، كيعطي واحد النتائج روعه وسريعه. بالنسبه اللي بغات دير هذا المشروب هذا اللي وريت لكم، انا غادي نوريه لكم فاش غادي يوجد، راه فوق البوطه ما كنخدم وهو في نفس الوقت راه هو كيغلي. غادي نوريكم الطريقه باش غادي تشربوه وكيفاش غادي تاكلوا اللحسه. هادو اللي بغاو يزيدوا الجسم ككل، يعني كاينه نحافه مثلا اللي كانت فايته 60 راه غادي دير غير جوج، هي باغا غير تريق الوزن شويه، ولكن كما قلت لكم اللي طايحه على 50 و40 صافي هذيك راه غادي تمشي حتى لخمسه بهادو. دونك هنايا ما كنبقاوش نحددوا الكميه من روسنا، كنحددوا الكميه فاش كنعرفوا الوزن ديالنا. فهمتوا لي كيفاش؟ شنو بغيت نقول لكم البذور الافريقيه الاكبي كيفاش غادي نديروا نصاوبوا بها اللحسه الصحراويه. حنا هنا هضرنا بزاف على ديال الوصفات في فيديو واحد، باش نختصر لكم وتلقاو جميع المعلومات في فيديو واحد. غادي تاخذوا 100 غرام من كل حاجه، 100 غرام من كل شيء اللي غنقول لكم. بغيتوا تزيدوا شي حاجه انا نقول لكم اشنو يمكن لكم تزيدوا هنايا، انا عطيتكم معلومات على السريع، مي حنا عندنا هادشي بكثره مصايب دابا. بالنسبه للبذور الافريقيه ناخذوا 100 غرام، يستحسن انا تنفضل كما تندير هنايا في الخدمه للناس كندير حتى 200 غرام لكل شخص تبارك الله، يعني في الكيلو. انت ما قدرتيش غادي ديروا 100 غرام من اللبن، من عفوا من البذور الافريقيه الاكبي، وغادي تاخذوا 100 غرام من القرقع ضروري، 100 غرام من اللوز بحال الاكاجو وغيره ماشي ضروري، ركزي لي على هادو اللي غادي نوري لك انا. ديري لي غير القرقع، ديري اللوز بلدي، ديري الحلبه بلديه تيكون اللون ديالها هكا وكتكون مردومه، عطيها الخاطر في التنقيه، وغادي ديري زنجلان بلدي، وغادي ديري الكتيره، وغادي ديري البكبوكه. البكبوكه وريتكم كيفاش كنخدموا بها هنايا في الحساب، في واحد الفيديو ديال الحساب كنشدوها كنحيدوا ليها هاد الجلده، تنسلقوها ونحيدوا ليها الجلده هي الاولى حتى تتحيد، اولا تنبيتوها غير في الماء بلا ما نسلقوها، الصباح كنوضوا كنحيدوا ليها الجلده. ملي كنحيدوا ليها الجلده كنشدوها كنقليوها واحد شويه في الزيت طق طق طق، كنشفوها في البابي وكنخليوها حتى كتنشف. ملي كتنشف كنخدموا بها وكنطحنوها مع هادشي كامل. فهمتوني البنات؟ بحال دابا الحلبه اللي ما تتبغيهاش ممكن انها دير غير واحد الكميه قليله ولكن راها مزيانه، وهذا الشيء راه مزيان. لا الحمله هي اللي ما ديرش الحلبه، دير معنا الوصفه وما ديرش الحلبه. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ انا بالنسبه ليا الحمله ما تستعملش هذا الشيء، وحق الله المرضع دير كل شيء هذا الشيء اللي كنديروا فيه معنا، باش ما يبقاش يجيني هذا السؤال ديال الحمله مرضع. خلاص بالنسبه للتحاميل اللي تيقولوا لي الحمله واش ديرهم؟ ممنوع منعا باتا، هادو راه فيهم كل شيء سخون، راه الدروه بوحدها سخونه، حبرشاد الشيح الخزامه زريت الفصه زريت خيزو كل شيء هذا الشيء راه سخون. فهمتوني شنو؟ السانوج كلشي فيهم، هادو راه فيهم كلشي. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نديرو، غادي نشدو كلشي البنات نخلطوه، ما عرفتش كما نسيت شي حاجه لان صراحه التصوير جا مزروب شويه، وغادي نذوبو هذه الدروه ديال الجمل بينا نزيدو فيهم الانبر. طبعا تيكون الانبر الا بينا نزيدو هنا تحت طلب كنذوبوه مع الدروه. اللي سولوني كيفاش نذوبو الانبر، كيذوب هو مع الدروه. بالنسبه لهادو ما تنقليوهمش، هادشي اللي تيدقلا هادشي بحال كاوكاو راه ما كاينش، انا ما حاضرش كاوكاو احمر اللي كندير انا، كاوكاو هذاك الصغيور البلدي. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ كندوزوهم غير من العافيه، ماشي هي اننا تنشدوهم نبقاو نحرقوا فيهم، كنشدو الدروه تندير واحد الكميه مهمه، ان هي ما كتعطيش لا غريس، هي ما كتعطيناش الزيت بزاف يعني باش نخلطو، راه كتعطينا شويه، ماشي بحال الشحمه ديال الحاوي اللي كتعطيك
الدهون بزاف، هذه لا تتشدوها وتذوبوها وتديروا الانبر معها ديروه وكتشدوا وكتخلطوا هذه وكتزيدوا عليها. طبعا لغير مرضى السكري كنزيدوا يا اما العسل، عسل حر، يا اما كنزيدوا الشوكولا بوحدو اللي بغيتو نتوما خلطوا به صافي. ممكن تخلطوا بنيسلي، ممكن تخلطوا باش ما بغيتي، ولكن انا تنفضل انها تخلط بنوع مزيان ديال الشوكولا، واللي بغى يزيد العسل يزيدها. مي انا فاش كنكون كنخلط فيها ردوا البال لواحد القضيه، انا نوريكم بالمعلقه، جيبها بنتي معلقه كتلقايها بان هي دهنيه قبل لا نزيدها انا لا شوكولاط ولا هذا ولا عسل. علاش؟ لان سبقنا لها الذروه. انتما شوفوا غير من القرعه غتعطيكم الخبر، شتو ها كتكون هي اصلا رطبه صافي جمعات راسها. اللي بغات تخليها حرشه شويه واللي بغات تنينها تيبقى لك الاختيار. مي هادشي كلشي وريتكم دابا كيفاش تخدموا. بحال هادي راه كنشدوها كنقيوها، نقي ديري شي موسراس ونقي ونقي هادشي، وفاش تطحن راه غادي تزولوا لك منها العواد اوتوماتيكمون. دائما نخدموا بمرقه خشبيه هنا، ما نخدموش بشي حاجه اخرى، ونقول بسم الله معلقه بعد الاكل دائما مرة الماكله، فهمتوني البنات؟ بسم الله دائما بعد الاكل ماشي قبل الاكل. هي ما كتجيش فيها الريحه ديال الدروه بزاف شويه، ولكن اللي بغا كما تنقولوا العسل يصبر القريص نحل. غادي ناخذوا معلقه بعد الماكله حتى ربع المرات في النهار. بالنسبه للبيض الافريقيه مع الحليب غادي نديروا غير معلقه في كاس ديال الحليب سخون دائما بعد الفطور بعد العشاء جوج مرات في النهار. كما قلت لكم البنات بالنسبه للحسه دائما ثلاثه المرات بعد الاكل حتى الربع، ديما معلقه بعد الاكل. بالنسبه للبيض الافريقيه مع الحليب جوج المرات في النهار، مره في الصباح ومره بالليل صافي. بالنسبه للكريم غادي تاخذوا البنات الكريم، انا وريتكم لي دو، وريتكم ديال شمع النحل من احسن الكريمات، وريتكم ديال البذور الافريقيه الاكبي اللي درناه مع زبده الشيه وصوبناه بالزيوت معصرين. هذاك البنات دائما تنديروه بالليل استعمال ليلي، كنابليكيو على البلاصه بعد ما كنفتحوا ليها المسام وكنديروه. ديريه لوجهك الا ضعيف، الصدر ديالك، ولا حطيتيه في الصدر ديالك حطيه بقلب مرتاح. علاش؟ لان تما ما كاينينش كيماويات، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تقدر تضرك يعني في الصدر ديالك اولا تكون لك الله يستر شي مرض، لان تما ماشي ساهل اننا نحطوا فيه اي حاجه. داكشي تنقول لكم ديروا الطبيعي، الحاجه اللي ماشي طبيعيه ما تدخلوهاش للصحه ديالكم. بالنسبه للتحاميل البنات جوج في النهار، جوج في النهار، دونك لا بواط كيكونوا فيها 60، كل بواطه كيكونوا فيها 60 ماشي 30. هادو اللي كيبيعوا بال10 وبال20 وبال30 راه الله يسمح ليهم، كنديروا جوج في النهار، وحده في الصباح وحده بالليل، سواء هادو او هادو او النوع الاول. النوع الاول اللي عطيتكم البنات هما ديال العشوب اللي فيهم زريعه الفصا، زريعه خيزو، زريعه شمندار، سانوج، حبرشاد، خزامه، فيهم شي 12 عشبه. كتاخذوهم البنات وكتخلطوهم بالدروه ديال الجمل، كتشدوها كتذوبوها وكنعجنوا بها. ما تعجنوش بشي حاجه اخرى، ما تدخلوش التحاميل من الفرماسيان، ما ديروش السيرو، ما ديروا حتى شي حاجه مضره، ديروا غير الطبيعي. غادي تشدوا البنات وغادي تخلطوا مزيان حتى تخلطوا، وغادي تحربلوهم وديروهم في البلاطوات بحال هكذا، وديروهم في شي بلاصه اللي يضربهم الهواء، يعني ما نخليهمش مسدود عليهم، غادي يضربهم يعني يدخلهم عفوا الرطوبه. بالنسبه للاستعمال شحال كنستعملوهم بواطه، كنستعملو ثلاثه وقلت لكم في الفيديو اللي عطيتكم فيه تحاميل الانبر. بالنسبه للبنات المشروب اللي غادي نعطيكم حتى هو غادي تقدروا تستعملوه مع الحسه، نتوما كديروا في الحسه ونتوما كديروا في ذاك المشروب، او كديروا البذور الافريقيه واللحسه الا قدرتوا ديروهم كاملين راه مزيان. يعني اللي طايح ليها الوزن، يعني هي ناقصه في الوزن ديالها، اللي باغا المؤخره والارداف يعني الجزء السفلي كنخدموا عليه بالكريم، الكريم البنات والتحاميل جوج في النهار، كريم والتحاميل، الكريم بالنسبه لهذا اللي هونش، والتحاميل طبعا المؤخره والارداف وكيحيدوا لنا البرد من الصحه بعدا. اولا اننا ما كيبقاش فينا شي حاجه سميتها تيضرني ظهري، هذا هو اللي كاين البنات. دونك هضرنا على منتجات كثيره هنا، وريتكم كيفاش ديروا تصوبوا كل شيء، وعطيتكم حتى زيت الودعه. شوفوا زيت الودعه كي دايره، شفتوا شوفوا كي دايره من تحت، شي حاجه الطوب ديال الطوب، كنشدوها كنخلطوها وكنبداو كنخدموا بها. دائما الزيوت والكريمات استعمال ليلي البنات. دابا غادي ندوزو باش نصفيو المشروب ديالنا ونوريكم كيفاش غادي تستعملوه. انتم البنات بعد ما تيغلي تيضاعف الحجم ديال العدس وديال الحلبه، شوفوا كيفاش كيولي، شوف لا عندكم حتى الوليدات طايح ليهم الوزن او عندهم فقر الدم عطيهم هذا المشروب، هذا ولد ولا بنت غير عطيه. انتم البنات شوفوا اللون ديال الماء تيولي هكذا، غادي نشد لكم في المعلقه ديال الخشب، غادي نديرو في القرعه نشدوها البنات ونصفيوه، وتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه
راه غادي تخليوه تيبرد وتبداو تخدموا به. هو انا نفضل في هذا البرد هذا هو انه يستعمل دافي ماشي بارد، يستعمل دافي. غادي نجيبوا قرعه ديال الزاج، ما ديروش قرعه ديال الميكا، وغادي نصفيه فيها ونرجع معكم. ثم اخواتاتي بعد ما صفينا المشروب ديالنا، ها هو هذا كيفاش غادي نبداو نستعملوه. غادي نبداو نشربوا كاس كاس، ماشي من هادو ديال اتاي، كاس كبير غادي نبداو نشربوه دائما بعد الماكله، دائما بعد الماكله. الا بغيت نخلطو مع هذا راه ماشي مشكل، غير ندير وقت بيناتهم. بحال دابا تغديت غادي نشرب واحد الكاس من هذا ياك، وغادي ندير واحد 5 دقائق وغادي ناكل 3 المعالق، وغادي تشوفي الفورمه كيفاش غادي تولي. ردي عليا الخبر، حبه حلاوه راه من اروع ما يكون، الحلبه اللي فتح الشهيه من اروع ما يكون ومزيانه وكتصفي لينا الذات ديالنا. غادي نشربوا كاس بحال هذا، بديت كاس بحال اللي كنشربوا فيه العصير وكنشربوا فيه هذا الماء. وغادي ناخذوا البنات كاس كما قلت لكم ونبقى نشربوا بعد الماكله. قدرتي ديري 3 الكيسان مورا كل وجبه، يعني مورا الفطور مورا الغداء مورا العشاء مزيان، ماشي 3 مورا كل وجبه، في كل وجبه كاس بعد الماكله مزيان. ما قدرتيش غادي تبداي ديري كاس الصباح كاس بالليل، صافي. بالنسبه الى بغينا ندخلوا تا هذا نفس الشيء، يعني البذور الافريقيه ما لقيتهمش غادي نبدا ندير هذا. بالنسبه اللي بغات كوموندي من ان البذور الافريقيه او التحاميل او الكريمات او الزيوت او اللحسه او غير ذلك من المنتجات ديالنا الطبيعيه 100% الحمد لله اللي مشرفانا داخل وخارج المغرب، هو الرقم كيظهر على الشاشه. مرحبا بالكوموند ديالكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم، زائد تخفيضات هامه بمناسبه راس السنه. كنتمنى لكم صحه جيده، وكنتمنى اننا نتلاقاو في اللايف ونلقاكم ان شاء الله بصحه وسلامه وطول العمر.